اهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهه دي هنتكلم عن عدد من الملفات والقضايا المحليه مع ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهره 24. اهلا بك استاذ محمود. اهلا وسهلا. خلينا نبدا من جهود الدوله في توفير الرعايه الصحيه للمواطنين، ويمكن خلينا نقول لجميع الفئات وخصوصا كبار السن. يعني الرعايه الصحيه او برنامج الرعايه الصحيه بيهتم جدا بكبار السن، وتم توفير الخدمات لحوالي 66,000 مواطن من كبار السن. بتشوف ازاي اهتمام الدوله بيهم؟ الدوله طول الوقت ماشيه في ملف المنظومه الصحيه بمنطق عمري وتصنيفات فئويه. يعني شفنا مبادرات للمراه، الفحص المبكر للمرأة وسرطان الثدي والكشف المبكر وجميع الخدمات والمبادرات المختصة بشأن المرأة، وشفنا كمان الجانب الآخر الأطفال، وشفنا لذوي الاحتياجات الخاصة، ودلوقتي بنشوف كبار السن. طبعا بخلاف كل ذلك في منظومة الرعاية الصحية الشاملة والتأمين الصحي وكافة المستشفيات والمبادرات المختلفة، 100 مليون صحة، فيروس سي، القضاء على مبادرة فيروس سي. لكن الحقيقه جنب كل هذه المبادرات المختلفه التي تتجاوز عددها يعني 30 مبادره ربما منذ 7 سنوات ومجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي الى السلطه، احنا بنتكلم في اكثر من 20 مليار جنيه في مبادرات مختلفه، 66,000 زي ما حضرتك ذكرتي في فئه ربما تخص فقط كبار السن من الامراض الساريه او المزمنه زي الضغط والسكر وخلافه. ده بيعزز فكرة إن الدولة المصرية يعني تهتم جميع الفئات والفئات العمرية المختلفة، سواء من المناطق في كبار السن، محافظات بورسعيد، التأمين الصحي، محافظات المرأة ومحافظات الكشف عن المرأة، الرائدات الريفيات، يعني في منظومة متكاملة في هذا الملف. طيب نروح لملف آخر وهو التحول الرقمي. بمناسبة الإنفوجراف اللي نشره النهاردة مجلس الوزراء الخاص بعدد من الحقائق حول التطور اللي شهدته مصر في التحول الرقمي، في توفير الخدمات للمواطنين، في البنية التحتية، في سرعة الإنترنت حوالي 7 أضعاف. تابعت إزاي الإنفوجراف ده وبتشوف إزاي فعلا جهود الدولة في هذا الملف التحديد؟ الحقيقة ما فيش أكبر من شيء ملموس في هذا الأمر سوى ما حدث في جائحة كورونا. جائحة كورونا لولا التحول الرقمي في مصر وسواء تحديدا التعليم عن بعد واجهزه التابلت وخلافه كنا صرنا في ازمه حقيقيه. الحقيقه السنه اللي فاتت كانت تجربه الدكتور طارق شوقي تجربه ملهمه وعظيمه جدا في هذا الامر، تم استنساخها في عدد من الوزارات الاخرى ربما يمكن الحكومه كلها. شفنا وزاره التضامن الاجتماعي، شفنا التموين، منظومه الدعم، شفنا النقل الذكي، شفنا جميع الفئات. النهارده انفوجراف مجلس الوزراء بيعبر عن ارقام حقيقه مهمه جدا، تزايد مستخدمي الانترنت زاد ب 200%، 238% عدد مشتركي ومستخدمي الانترنت في مصر، سرعه الانترنت 7% اضعاف. احنا بنتكلم على ربط عدد من المباني الحكوميه بالتحول الرقمي وشبكات الانترنت، ما يقرب من 18,000 مبنى حكومي اصبح مرتبط بشبكة الانترنت في مصر من إجمالي 21,000 مبنى، يعني إن شاء الله قرابة يعني 3,000 مبنى مكتملين حتى النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والجمهورية الجديدة. المنظومة الحمد لله يعني فيها تقدم رهيب، فيها تقدم مبهر على جميع النواحي. منظومة البترول كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت عن البترول والكروت الذكية فيما يتعلق بخدمة البترول والتحول الرقمي، وكمان الابليكيشن في الاعداد الذكي وقراءة الاستهلاك الغاز وخلافه. فضمن جهود مصر إلى التحول الرقمي يعني إنجازات الحقيقة مهمة وعظيمة وأرقام تعبر عن دلالة فيما يتعلق بالجمهورية الجديدة. طيب التقرير كشف كمان عن اختيار مجلس اتصالات العرب أو يعني وزراء اتصالات العرب العاصمة الإدارية كعاصمة للعالم العربي رقميا ل2021. ده يعني بسبب طبعا استعدادات هذه العاصمة البنية التحتية ليها رقميا بشكل كبير جدا. الحقيقة أن العاصمة الإدارية الجديدة يعني روعة في إنشائها على يعني الطفره الحديثه، من اعظم الاساليب والتقنيات الحديثه فيما يتعلق بالانترنت والبنيه التحتيه وخلافه. والرئيس كان حريص على عدم النقل الا بكامل التغيرات اللي تمت سواء في البنيه التحتيه سواء حتى في مساكن ومنازل الموظفين فيما يتعلق كمان الكود الوظيفي، كل الحاجات اللي بيتم النقل ليها يتم نقل يعني عقلي اكثر منه نقل يعني اجرائي.
العاصمة الإدارية الجديدة روعة في تأسيسها زي ما قلت حضرتك، البنية التحتية الشاملة، الإنترنت، التحول الرقمي الكامل، جميع المباني هناك من يعني من أول الوزارات للحي السكني، الحي الموظفين، الحي الدبلوماسي، لحتى يعني الأراضي اللي تم بيعها هناك للمواطنين العاديين يعني المصريين. إنترنت ذكي بسرعة فائقة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فبالتالي العاصمة الإدارية الجديدة هي أحدث مدينة فيما يتعلق بالعاصمة العربية، واختيار حقيقة محق يعني وذو دلالة مهمة. طيب نروح بقى للطقس. النهاردة كان طقس طبعا يعني انقلبت الأجواء بشكل كبير على الإطلاق، يعني زي ما شفنا وتابعنا، لكن شفنا كمان تحرك الدولة سريعا، تعطيل الدراسة في المدارس وفي الجامعات حرصا على سلامة وأمن الطلاب. شفت إزاي سرعة الدولة في التعامل هنا؟ أنا كمان شفت بخلاف الدولة شفت مراكز كمان المستشارة عن بعد، الأرصاد الجوية، التحذيرات المختلفة، والحقيقة التحذير كان فعلا يعني من قبل يعني من قبلها، وغرفة عمليات وزارة الصحة وكل المراكز والهيئات ذات الصلة، الهيئة اللي كانت منتبهة مبكرا لهذا الأمر فيما يتعلق بالمرور، وزارة الداخلية زي ما قلت حضرتك، الصحة، الشعب عن بعد، كل الأماكن المختلفة والأرصاد الجوية، كان تعامل جاد وتعامل ملموس ومسؤول حقيقي. النهارده كمان لما شفنا بداية يعني التجربة والطقس غير مستقر على طول، محافظات كانت قبل كده صراحة إن السبت أجازة وعطلت كمان الحد معاها، مجلس الوزراء طلع قال يفوض المحافظين وصلاحياتهم في كل في إقليمه وكل في محافظته باتخاذ القرار المناسب. الحقيقة يعني قرار مهم، تخفيف العبء على الشوارع، ومن ثم إتاحة أكبر للأجهزة الحكم المحلي، رفع وشفط المياه من الشوارع وتخفيف الترافيك والمرور. طبعا الناس كلها كانت تأمل من القوى العاملة أن يبقى فيه كمان على مستوى الوظائف والشغل يبقى فيه إجازات، بس ده طبعا يعني مش ممكن حاليا دلوقتي، لأن في أجهزة الدولة وفي أجهزة القطاع الخاص، فبالتالي يعني الجامعات والمدارس يعني هتحل المشكلة بعض الشيء. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك، وبشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة إن شاء الله في المواجهة. إلى اللقاء.